قال رحمه الله تعالى: باب نهي من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا أو غيرها مما له رائحة كريهة عن دخول المسجد قبل زوال رائحته إلا لضرورة. هذه الترجمة عقدت في النهي عن هذه الأشياء لأن لها رائحة كريهة، وهذه الرائحة الكريهة تؤذي المصلين، ثم أيضا تؤذي الملائكة، لأن الملائكة كما سيأتي في الحديث تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فجاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث نهيه عن دخول المساجد وهذه الرائحة عالقة بالإنسان، رائحة الثوم أو رائحة الكراث أو البصل أو نحوها من الأشياء التي لها رائحة خبيثة وكريهة. ومما ألحق العلماء بذلك رائحة الدخان، لأن الدخان فيه نفس العلة وهي الرائحة الكريهة، لكن الدخان يختلف عن الثوم والبصل والكراث، هذه أشياء مباحة ليست محرمة، مباح أكلها وفيها منفعة وفائدة للإنسان، لكن الدخان لا، محرم لا فائدة فيه مطلقا، وفيه مضرة محققة، وفيه إضاعة للمال، وفيه إلقاء للنفس بالتهلكة وإدخالها في أمراض وأسقام، فهو محرم لما فيه من مضرة. لكن يقال للمبتلى بالتدخين نسأل الله للجميع العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة، يقال له انتبه لمراعاة حرمة المسجد وحقوق المصلين لئلا تؤذيهم بهذه الرائحة الكريهة. وينبغي أن يتلطف مع المدخن في إرشاده ووعظه. ولا أجد حرجا أن أذكر قصة حصلت معي أحسب أن فيها فائدة. مرة في أحد المساجد صلى إلى جنبي رجل مدخن وكانت الرائحة شديدة جدا، فتأذيت في صلاتي من تلك الرائحة، كانت شديدة جدا، يبدو أنه قبل الصلاة شرب من هذا الدخان شيئا كثيرا، فلما صلى كانت الرائحة شديدة، فوالله كنت وأنا أصلي أدعو له في صلاته، كنت أدعو له في صلاته أن يعافيه الله عز وجل من هذا الذي ابتلاه به، وكررت الدعاء له، لأن له حق على أخيه المسلم، له حق لأن مبتلى هو. وكثير من المدخنين هو يكره من نفسه هذا العمل ويتمنى أن يتخلص منه، وذاق منه المعاناة والشدة، فهو ولهذا عدد منهم عندما يناصح يقول ادعو الله أن يخلصني من هذا، أنا مبتلى، هكذا يقول كثير منهم. الحاصل كنت أكرر الدعاء له في الصلاة، ولما سلمنا من الصلاة وأراد أن يقوم سلمت عليه وقلت: يا أخي الكريم، والله ما تركت الدعاء لك في الصلاة، وأنا تعبت من الرائحة التي معك، لكن وجدتها فرصة، لأن لك حق علينا، أن أدعو لك في صلاتي أن يخلصك الله عز وجل من هذا الدخان وأن يعافيك منه، وأعطيته شيء من المعاني. فقام والله فرحا ومحبا لما سمع ومرتاحا لما سمع، وأسمعني كلاما طيبا ووعدا طيبا. فمثل هذه الأمور نحتاجها، يعني نحتاجها في التعامل حتى تحصل الفائدة المرجوة. يعني بعض الناس في مثل هذا الموقف يرفع صوته عليه ويلفت أنظار التي من حوله ويحصل المنهي عنه في المساجد، وقد تقدم في باب سبق الذي والخصومات واللجج ورفع الأصوات.
وهذا أمر لا ينبغي ولا يتحقق به أصلا المقصود. وما دخل الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه.